الاتحاديه جنيه. نعم في اي شيء المعتزله علي ما فماذا فعل المؤسسين جامع ركيشاتيبيا بين منهج العقل والنقل. نعم بل وفند بالنقل بعض أخطاء أهل العقل ثم استعمل العقل في بعض ما ورد في النقل وأصبح منهجه منهجا يعني تنازع عليه كبار العلماء وثاب كثير من المعتزلة والقدرية وأصبح العالم كله إما ما عليه أبو الحسن الأشعري الشافعية كلهم كذلك والأحناف أخذوا من منهج أبو منصور المتون والاثنين بنفس المنهج حتى الشيخ أحمد مرزوقي هو مالكي المذهب ومالك المذهب وحسني من سلالة سيدنا الحسن الصبت رأى جده صلى الله عليه وسلم وهو الذي لقنه هذا النظر في عقيدة العوام. فالمشكلة أن الوهابي يعني أنا الآن كتبتها الليلة كتبت لكن صبت بالصداع قلت أكتب حتى هذا بعد ذلك يترجم ويتعب إن شاء الله. فما نجده أحيانا نظم عقيدة العوام ينظم يتلوه طالب المعهد. نعم وهناك أيضا أخ لنا اسمه كياهي علي بدري من بسروان يعمل نظم عقيدة العوام باللغة الأندونيسية الطلاب ينشدها لكن ممكن ما يفهم. أنا وضعت بالشرح العصر 1 2 3 4 ما هي الصفات الواجبة في حق الجائزة المستحيلة الصفات الأنبياء 1 2 3 4 مثلا في نظم عقيدة العوام ما ذكر من أعمام رسول الله إلا حمزة والعباس. نعم. ما ذكر بقيتهم ليتعرف. ذكر عمات النبي عليه الصلاة والسلام كلهم لأنهم كلهم أسلمنا. ذكر الأعمام النساء النبي عليه الصلاة والسلام تذكر 1 2 3 4 من التي ماتت في حياته من الذي بقي ما هو فضائلهم لا أريد أن أذكر هذا يعني أريد شيء بسيط حتى الطالب يفهم أساسا الأساس الموجود معي السيئة عفو ورضوانك اللهم إني نسألك أن تكسهم الحلل وأن تسكنهم الظلل وأن تحشرهم مع سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم بارك في أصولهم وفروعهم واجعل ذريتهم لهم من الصالحين من العاملين من البارين من العلماء. اللهم إنا نسألك يا ربنا ببركتهم وبركة جهدهم القديم وبركة جهد أبنائهم أن تحفظ هذا المعهد وهذا المكان من كل شر وسوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذا المعهد معهد فوزان يا ربنا احفظهم بحفظك ما دامت في السماوات والأرض وأن واتم عليهم وأنزل عليهم من بركات السماء وأنبت لهم من بركات الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله.